بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني النحالين المبتدئين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الفيديو السابق او في الحصه السابقه عن معالجه حشره الفروه، وقلنا نعالجها بشرائط الفروه، وقلنا هذه المعالجه يجب ان تتماشى مع التغذيه بمحلول سكري غير مركز. لماذا؟ لان النحل في ذو الايام لاحظنا وجود حشرة الفروة بكثرة، وهذه حشرة الفروة هي السبب من أسباب هجرة الخلايا، ونحن في هذه الأيام فقدنا مجموعة من الخلايا. إذن وقلنا أن معالجة الفروة تتماشى مع التغذية بمحلول سكري غير مركز، بمعالجة الفروة تتماشى بالتغذية بمحلول سكري غير مركز. إذن نعالج الفروة في نفس الوقت نقوم بتغذية الخلايا، في نفس الوقت هناك أمر آخر نقوم به أو عملية أخرى نقوم بها وهي حبوب الطلع. إذن عدم توفر حبوب الطلع أو ما نضطرش باش نشري حبوب الطلع، إذا نقوم بدائل حبوب الطلع، وهذا الفيديو راح يمثل وتشوفوا الإقبال النحل عليها. اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. لاحظ إقبال النحل. إذن نقدم حبوب بدائل حبوب الطلع تماشيا مع المعالجة والتغذية بمحلول سكري غير مركز. إذا من ما تتكون هذه الخلطة. إذا هذه الخلطة سهلة وبسيطة، معناها أي نحال يقدر باش يصنعها أو ينتجها في داره. لماذا؟ لأن حبوب الطلع راهي غالية وكاع، ندير بدائل حبوب الطلع. مما تتكون، أولا تكون من سكر مطحون، حمص مطحون، ودقيق الشعير. نعاود، الدير 1 كيلو سكر مطحون، 1 كيلو غرام حمص، والدير رطل من دقيق الشعير. كي نقول دقيق الشعير، الدقيق اللي نديروه كسرة تاع الزرع، إذا هذه المواد نضيف لها مواد أخرى. ما هي هذه المواد الأخرى؟ هي الزعتر، الزنجبيل، الكركم، القرفة، وزريعة البسباس مطحونة. الكمية قلنا نعاود، ندير 1 كيلو سكر مطحون، 1 حمص مطحون، وندير رطل دقيق الشعير، ونضيف كميه محدوده من المواد المتبقيه. مثلا نديرو 50 غرام، او تقدر تعبرها فنجال. مثلا دير فنجال تاع قهوه زعتر، دير فنجال تاع كركم، دير فنجال تاع زنجبيل، دير فنجال تاع زريعه البسباس مطحونه، ودير فنجال تاع قرفه. تخلطها كاع، نخلطوها مليح، تخلطها في الدار ولا تخلطها في المنحل تاعك، وتحطها للنحل بشرط نقوم بتوزيع هذه الخلطة، على حسب المنحل تاعي، نضعها في مكانين أو 3. وهذه الخلطة نقدمها كل 15 يوم، لأن تتماشى. أنا نعالج الفروة، النحل تاعي ديجا يبدأ يبرى، نقدم له المحلول السكري وقلنا ربع لتر اسبوعيا محلول غير مركز. اذا الملكه ديجا رانا عالجنا الفروه، وفرنا لها الاكل، تبدا تولد. كي تبدا تولد لازم لها حبوب الطلع، رانا نوفروه في حبوب الطلع. وبهذه الطريقه دائما نتبع هذه الطريقه، تماشى 3 يتمشوا في ربعه. معالجه الفروه، التغذيه بمحلول السكري، في حاله الا كان مكاش مخزون غذائي. الا كاين مخزون غذائي ما ما ما, ما تستعملش المحلول السكري. انايا العسل السنه ما عنديش، ما نحيتش الكميه اللي كاينه في الخلايا، خليتها للنحل. اذا مانيش نغذي، يعني عالجت الفروه ونقدم بدائل حبوب اللقاح. نعاود معالجة الفروة بشرائط، وان شاء الله اللي ما عنده موش قادر باش يشري الشرائط وقال الثمن تاعها غالي، في الفيديو ان شاء الله القادم سوف اقدم لكم بدائل هذه الشرائط، كيفاش نعالج الفروه بدون استعمال هذه الشرائط. الشرائط في الحق هي موجوده تتباع، كاين المستورده وكاين الوطنيه، المنتوج وطني اللي يقدر باه يشريها سهله، ولا ما يقدرش باه يشريها ان شاء الله بربي ان شاء الله الجماعه طلبوا مني وكاع ندير لكم فيديو كيفاش نعالج الفروه بطريقه عاديه بالاعشاب بالزيوت ونقدر نعالجها. وان شاء الله فانا راح ندير لكم فيديو كيفاش نعالج التزوره دوده الشمع. المهم هي نبدا كما يقول لك درجه بدرجه. عالجنا الفروه، نقوم بالتغذيه محلول السكري، ثم نقدموا بدائل حبوب الطلع. بدائل حبوب الطلع، وهذه البدائل تقريبا نبدا كل 15 يوم 20 يوم نمد للنحل تاعي بربي ان شاء الله. في نهاية أكتوبر الخلية سوف تعود إلى طبيعتها، وإن شاء الله النحل يولي مليح والنحل عندك يولي قوي، وإن شاء الله ما يموتناش في الشتاء. والفيديو راه أمامكم، شوفوا الإقبال. الله يبارك، اللهم بارك وزيد، اللهم بارك وزيد. إذن وأخيرا نقول لكم السلام عليكم، والله يكثر خيركم وبارك الله فيكم، وشكرا للمتابعة.